وده طبعا كمية البخار، كمية البخار اللي طالعة والصوت العالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الموجات الألترا سونيك واستخدامها في عمل فواحة. نبدأ نفتح المنتج، متوفر ممكن تشتريه اونلاين، وهسيب لكم رابط الشراء وبعض عناوين الشركات اللي متوفرة في مصر اللي بتبيعه. نبدأ نفك ونطلع محتويات الكيس. طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين معايا السماعة والحامل من البلاستيك، وادي البوردة بتاعتنا، المديول بتاعنا طبعا بيشتغل بشاحن موبايل، شمعة برضو زي شمعة الفلتر علشان الوضع الماء فيها. معنا هنا البوردة بتشتغل بزرار، وهنا شاحن موبايل، في منها التايب سي والنوع القديم اللي هو بتاع سامسونج، وهنا بنركب طبعا السماعة بتاعتنا اللي هتقوم تخرج لنا الموجة اللي عالية التردد. مكتوب هنا التعليمات بتاع التشغيل 5 فولت، الامبير 300 ملي امبير، وطبعا الفريكوانسي التردد هيكون في حدود 108 كيلو هرتز، طبعا موجب او ناقص 3. في منها اللي بيكون بالميجا هرتز، بس طبعا بيكون كفائتها اعلى من كده. نبدأ نشغلها. الأول طبعا هنوصل السماعة، هنا طبعا بنحدد الموجب والسالب، الموجب الأحمر ماشي، وطبعا ليها لوك بالفيشة لما بتنزل بتقفل كده جامد كده. يا ركبت معايا، هنبدأ نحضر مية ونبدأ نقوم نستخدمها ونشغلها دلوقتي. طبعا الشحن اللي عندي كان قديم جدا وانا لازقه، فهنبدأ نركبه. كون حريصين جدا ما احطش هنا ايدي والمسك ديت فترة طويلة، لان الالترا سونيك الموجات ديت ليها تأثير طبعا ضار على العظم، لكن السوفت تيشو النسيج اللي هو الطري ما بيتأثرش، لكن احنا نكون حريصين ما نحطش ايدينا عليه كده لفترة طويلة. في هنا طبعا زر التشغيل زي ما احنا وضحنا، هفضل ضاغط عليه وهيكون في لمبة إشارة هتشتغل ايه معانا كده، اشتغلت معايا. نبدأ بقى نجيب الماء ونبدأ نقوم ايه نجرب ونشوف هتشتغل معانا ازاي. انا احضرت المية، طبعا المية زي ما حضراتكم كده شايفين معايا في غطاء بلاستيك، وادي هبدأ أشغل، اشتغلت كده معايا، وأبدأ نشوف. لاحظ كده معايا، طبعا كمية البخار واخدين بالكم، كمية البخار اللي طالعة والصوت العالي ماشي ماشي، ده تأثيرها على المية. يعني ما بالكم بقى بتأثيرها على النسيج ذات نفسه. يعني نفس الضوء، أنا طفيت الضوء وبحاول أوريكم البخار، كمية البخار اللي طالعة دي. نشغل تاني، طبعا كمية بخار كبيرة جدا. يعني قدر الإمكان يعني كمية كبيرة جدا، مع إن دية التردد بتاعها ضعيف جدا اللي هو ب 108 كيلو هرتز.
هضم الداخلي آسف، فنكون احنا حريصين واحنا ايه بنستخدمها. يعني الفواحة ممكن احنا نقوم نستخدمها دي، كمية البخار اللي طالعة عالية جدا. كمية بخار شديدة جدا، وطبعا انا الضوء هنا هو مأثر على على التصوير معايا ومش باين الكمية الخارجة عن طريق الموجات الصوتية. طبعا الفواحة ممكن انت بقى تقوم تستخدمها في البيت او تعملها في السيارة، لكن بقى عملية التركيب احنا عندنا القطعتين، القطعة دي والقطعة دي، باستخدام الشمعة. طبعا دي بتبقى موجودة هنا في المنتصف. هنبدأ نشوف تركيبها دلوقتي، والقطعة التانية تركب عليها بهذه الصورة، ومصدر الالتراسونيك بيتركب من هنا تحت. وتبدأ تحطها في محتوى من البلاستيك أو الزجاج، وتحط أي نوع من العطور الروائح العطرية، وهتكون تشتغل معاك كويسة جدا. لو جبنا أي خلفية، الكتاب أنا جبته عشان أشوف كمية البخار اللي خارجة منها قد إيه، يعني سبحان الله ليها قدرة عالية جدا. يعني شفت لما شلت الكتاب لو حطيناه تاني كمية كبيرة جدا. هبدأ أنا أشيل، طبعا دي بتخش كده وكده وتضغط عليها من هنا وبتتقفل، ودي بقى تبقى موجودة. وتجيب المية وتحطها كده اهوت، ودي بقى تقوم ايه تشتغل معاك وتوصل. طبعا ديت ما تنساش توصل ديت بشاحن 5 فولت.